السلام عليكم، معكم رشيدة من قناة كويزين رشيدة تي في. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا الخبز، العجينة ديال الخبز بالدار، خبز ديال الزراع مع الطحين فرص، وكنقرصوها عندنا هنا، كنقرصوها بالنخال والسميدة والسميدة ديال الشعير. هذا الخبز يعني سهلة، كلشي كيعجن الخبز، ولكن غنوريكم انا الطريقة ديالي. كنعمل هنا عندي شوية ديال الطحين ديال الزرع مسمد، وانتم يمكن لكم ديروا، الا ما كاينش الطحين ديال الزرع مسمد يمكن لكم ديروا الفينو. عندي هنا تقريبا شغنقول لكم تقريبا واحد نص كيلو، انتم عملوا على حسب الكميه اللي بغيتوا، راه مغربل عندي. وهنا حتى هو عاود عندي الطحين ارطب ديال الفرص، كندير عاود ثاني واحد الكميه اللي هي غتناسبني. ما كاينش عبار محدد يعني، مو على غندير واحد العبار اللي هو غنلتزموا به. ندير شويه ديال الزيت العود ولا زيت المائده كيف ما كان، غير باش تجينا الخبز شويه هشيشه. ندير هنا تقريبا عندي معلقه كبيره ونص ديال السكر، خلي شويه على حساب نزيدو مع الخميره. غنفزك الخميره في واحد الزلافه، شويه ديال السكر، ومن طبيعه الحال نتوما يمكن لكم غديروا الملحه. دابا انا ما غنديرش الملحه، نخلي الملحه بلاتي. غادي نعجنها ونحيد واحد شويه مسوس، ندير شي خبيزات مسوسين وعاد ندير لها الملحه من بعد. هاد شويه السكر اللي بقى غنزيدو مع الخميره، وعندي شويه ديال المدافع نخوي عليها شويه ديال المدافع. تعملوها فشي قصعة ولا شي حاجة وتعملوها تعجنوها بيداكم، إذا ما كانش كاينة الآلة ديال العجن تعجنوها بيداكم عادي. صافي، غادي نخوي شوية ديال الماء، وغادي نخلط هاد الطحين والسميدة وداكشي، غنخلطهم مع بعضياتهم. بالنسبة للعجينة هي تعجنت، ولكن خليتها شوية قاصحة باش نزيدها هاد الخميرة هادي اللي كنا فزقناها مع السكر. الخميره نسيت ما قلت لكم شي، الخميره على حسب، الا كان الجو سخون ما تكثروش الخميره بزاف، كان الجو بارد كتكثروا شويه الخميره باش كتخمر دغيا ما كتعطلش. المهم ما تكثروش، المهم من 20 حتى 25 غرام ديال الخميره. صافي، وكنضيف عليها هاد الخميره. صافي، وكنعجن، كنخلط العجينه ديالي وكنخليها تخمر. هنا المره الاولى كنخليها تخمر في الماكينه ولا في شي قصعه اللي عجنتوها فيها. بعد ما تعجنت لي العجينه غادي نبدا، غادي نحيدها من هذا، وغادي نجمع واحد شويه ديال الزيت وغادي نحطها تخمر. تخمر واحد القسمين ديال الكانه، شوفوا كي جات. هانتوما شوفو مجونة مدلوكة، هانتوما شوفو. صافي، غنحطها تخمر ونشعل عندكم ونكرصوها. أنا قلتلك قلتلكم غنكرصوها بالشحير والزرع والسميدة، المهم باش ما بغيتو، ولا الجنجلان ولا اللي بغيتو، باش ما بغيتو كتكرصوها كتكرصوها. من بعد ما دازت قسمين بالمكانه هي خمارت، غنجبدوها غادي نقطعوها، ندهنو الطبله بشويه ديال الزيت. نقطعو الكويرات على هذا الشكل، حاولوا ما نعملو لهم شي طحين ولا شي حاجه، باش منين بغيو نلويهم في السميده ولا في الشعير ولا في هذا ولا في الجنجلان ولا شي حاجه يلصق فيهم داك. قطعوا الكويرات بحال هذا الشكل، ايوا، ولويهم ونحطوهم يخمروا. انا غنقدم هاد الكويرات ونرجع لعندكم.
بعد ما قطعنا الخبيزه ديالنا بهذا الشكل، عندنا الشعير وعندنا السميده وعندنا النخال. انا قلت لكم نتوما يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا، حتى الجزله الا بغيتوا تزيدوه سمسم، حبه سوداء، اللي بغيتوا. المهم انا غادي ناخذ هذه البلاكه وغادي ندهنها بالزيت مزيان كيف ما كتشوفوا، ستكون مدهونه مزيان. غادي ناخذ الخبيزه ديالي بحال هاد الشكل، وغادي نعملها بالسميده هانتوما شوفوا، وغنضرب عليها شويه، ما نضربش عليها بزاف، صافي على هاد الشكل. وغادي نحطها في الصينيه اللي غتمشي للفرن. صافي عاود غادي ناخذ وحده من هادو وغادي نعملها بالسميده، حتى هي غنضرب عليها شويه، ما نضربش عليها بزاف، انا بغيتهم يجيو لي شويه منفوخين على حساب الساندويتش، ماشي اللي بغيت ندير فيهم الساندويتش. غادي ناخذ عاود هذه ديال ندهن بشويه ديال الزيت، كندهن يدي بشويه ديال الزيت باش كيلصق داك النخاله كتلصق على الوجه ديالها. صافي وغادي نكمل على هذا الشكل، ها نتوما شوفوا نكمل ونرجع لعندكم. بعد ما خمرت الخبز خليناها خمرت مزيان، قرصناها وغطيناها وخليناها حتى خمرت مزيان، عاد شعلنا. المهم قبل ما تخمر مزيان كنشعلوا الفران باش يلاه كيسخن، كياخذ لنا ديك 10 ديال الدقائق ديال الوقت باش كيسخن الفران. ودرتو في الماكسيموم ديالو، يعني عندي انا هنا فيه 150، درتو في 150 خليته تسخن مزيان، دخلت الخبز للفران خليته واحد 3 حتى 4 دقائق، وليت طفيت الفوقاني وخليته طيب غير من التحت، حتى كنحس بها قريبه طيب من التحت، عاد كنشعل من الفوق وكتحمر، ما كتاخذش وقت كثير وكتجي زوينه. هانتوما شوفوا كي كتجي، كتجي زوينه، كتجي رطبه. بالنسبه للساندويتش ولا شي حاجه الهامبرغر كتجي غزاله، شوفوا كي كتجي. السميدة عندنا مشكلة، السميدة والشعير، هذه ديال الشعير وهذه ديال السميدة وديال النخالة، نقسمو واحد وحدة. شوفوا انا كنت قاسمها هي فينا هي، نتوما شوفوا كي كتجي، كتجي زوينة وكتجي مجعبة، كتجي غزالة، المهم سهلة، كتجي هشيشة من داخل ديالها، وتا في الماكلة كتجي زوينة. بالنسبة للساندويتش راه كتجي غزالة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، تجربوها. الخبز ديال الدار طيبة في الدار، خبيزة صغار تاكلوا بهم طويجنات والفطور الصباح ولا كاسكروت ولا ديروا بهم السندويتشات. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، تجربوها راه هي سهلة.